خمس علامات تشير أنك ستكون ناجحا في المستقبل. ما هي حظوظك لتصنع نجاحك؟ وما مدى احتمالية نجاحك؟ لطالما كنت مولوعا بعقلية النجاح الفائق بانضباطهم، تركيزهم، وتصميمهم عند مواجهة الصعوبات. فماذا يجعلهم متميزين؟ هذه ليست بنظريات، بل هذه علامات. فكم من هذه العلامات أنت تملك؟ أولا، الناجحون لديهم عادات ضخمة. إذا نظرت إلى الفاشلين تجد لديهم عادات رديئة كالتدخين أو تعاطي المخدرات أو مشاهدة التلفاز لساعات. لكن الأشخاص الناجحون ما هم عليه اليوم هو بسبب عاداتهم، لأن العادات تحدد 95% من سلوك الشخص. كل شيء أنت عليه اليوم وكل شيء ستنجزه في المستقبل محدد بما تقوم به في الحين. على سبيل المثال، قد تكون هذه العادات كالاستيقاظ باكرا أو قراءة كتاب أو ممارسة الرياضة باستمرار. فكم من هذه العلامات أنت تملك؟ ثانيا، الأشخاص الأكثر نجاحا يدفعون أنفسهم بشكل لا يصدق. وهنا أنا أتحدث إلى أي مدى أنت تدفع نفسك مقابل أن ترى النتائج. هل تدفع نفسك لتحول أفكارك إلى أفعال ثم إلى نتائج؟ هل تدفع نفسك لمواصلة الدرب عندما تزداد الأمور صعوبة وتسترجع قواك من الإحباط وخيبات الأمل؟ فلأي مدى تدفع نفسك إذا كنت كسولا أو متماطلا طوال الوقت؟ ثالثا، الناجحون لديهم الثقة في قدراتهم. هناك أمرين يعتبران من أكبر الأعداء لمعظم الناس، وهم الشك الذاتي، أي عدم التأكد من صحة ما تفعل، والأمر الثاني هو الخوف من المجهول. نحن نتصارع مع تشكيك أنفسنا ونقلق حول إذا كنا مستعدين لذلك. إن الثقة بالنفس هي لا شيء أكثر من إيمانك بنفسك، والإيمان بنفسك هو لا شيء أكثر من القيام بالأمور التي في يوم من الأيام لم تكن تؤمن بأنك تستطيع القيام بها. فالثقة تأتي من الكفاءة. من السهل أن تؤمن بذاتك عندما كل أحد يؤمن بها، ولكن هذا ليس ما أتحدث عنه. أنا أتحدث عن الثقة بنفسك والتصديق بها عندما لا تكن جاهزا وعندما لا أحد يؤمن بك، فيجعلونك تشك أنك لن تستطيع القيام بهذا. في هذه الحالة أنت بحاجة إلى تطوير ثقة لا تهز. فالثقة ليست مثلها مثل الغرور، فالغرور هو أن تعتقد بأنك فوق الجميع، والثقة هي أن تتأكد بأن لا أحد فوقك. رابعا، يحتضنون الفشل. هل تحتضن الفشل أو تأخذه شخصيا؟ فنرى الأشخاص الناجحون متفائلين حول مستقبلهم، دائما يتحدثون بشكل إيجابي عن المستقبل. لديهم تطلعات إيجابية حول مستقبلهم لأنهم متيقنين بأنفسهم. على سبيل المثال، والت ديزني لقد طرد ولم يقبل عمله، قائلين بأنه لا يملك خيالا واسعا ولا ابتكارا. وكولونيل ساندرز في السن 56 رفض آلاف المرات لوصفته قبل أن تؤخذ بعين الاعتبار. وهنا تلاحظ أن أكثر الناس نجاحا في أي مجال غالبا ما يكون قد فشلوا لمرات عديدة. فالفرق بين الناجحين والباقي من الآخرين ليس بنقص في المعرفة، بل نقص في الإرادة. خامسا، الجينات الوراثية. ربما لا يكون الأكثر نجاحا في العالم، ولكنهم يحيطون أنفسهم بأذكى الأشخاص. قد لم يكونوا الأفضل في الدراسة، لكنهم أحاطوا أنفسهم بأشخاص يتحصلون على علامات عالية، وهذا يتحقق بالتعلم وتطوير الذات والاستمرارية.